طيب بنوقف بنوقف. أبو قتيدة من العراق تفضل. أبو قتيدة من العراق. أبو أحمد من السعودية تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء عليكم بالخير ومسي على الشيخ عثمان الخميس، الله يجزاكم خير. أنا شيخ عثمان، أشوف أنا أعرفك من زمان، من يوم ما كنت تكلمت فجأة شفتك، أنا كنت في سوريا شفتك على أحد القنوات التلفزيونية تتكلم عن مناظرة لي مع شباب لبنانيين شيعة وزي كذا، ومن بعدها اهتميت إني أتابعك، شايف كيف؟ وفعلا وجدتك من يعني ما شاء الله عليك تبارك الله لا إله إلا هو، يعني إنك من المفهمين فيهم، بس لكن زي ما يقولون لكل جواد كبوة. وأنا أشوف عليك صراحة عدة ملاحظات، يعني لا تأخذني بالكلام بس أشوف عدة ملاحظات. شيء مثل من الملاحظات يعني أنا ما أجدها في كثير ناس، أجدها في بعض الأشخاص، يعني مثلا إذا ذكر حوادث في التاريخ أنت تقول يعني بصري العبارة ما يجوز نخوض فيها، وتترك للقوم الآخرين يخوضون فيها ويلعبون فينا، وانت تعرف لا عندنا مناهج تعليم ولا عندنا مين علمنا ولا فهمنا ان مثلا الصحابه وضعهم كذا، سيدتك ام عائشه وضعها كذا، وانت تقول ما نخوض. طيب على الاقل يعني من ياتي من يبطل اكاذيبهم، شايف كيف؟ او من يبطل سوء نواياهم اتجاه ام عائشه او الصحابه او كذا كذا. مثلا اذا ذكروا ام عائشه وجوا تكلموا معنا، انت تقول ما يصير نخوض. طيب يا اخي ما يصير نخوض يا شيخ عثمان، بس نقول مثلا ان ام عائشه ولت علي، ويوم سالوها قالوا انه ما والدي غير علي يكون ولي عليكم وخليفه، وانها رفضت الخروج 4-5 مرات، وروحوا لها مكه طلعوها من العمره وجابوها غصب عنها ومع محارمها، وهي الوحيده يعني ما احد من جيش علي بن ابي طالب طلع راح على جيش معاويه، على معسكر معاويه علشان يقنع معاويه انك انت لازم تبايع علي، الا عائشه هي الوحيده اللي خرجت اصلا تنافر علي بن ابي طالب ودخلت في قلب معسكر معاويه تكلم معاويه وجماعته انك انت تولي علي وتبايع علي. لكن المنافقين والخوارج من 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 المنافقين لما وجدوا انه عائشه واللي معاها من حارمها، انا والله انسى اسمائهم دائما، وذهبت الى معسكر علي ثم رجعت الى معسكر معاويه، هم أوجدوا الفتنة، وقسم طبوا على معسكر معاوية وقسم هجم على معسكر علي. في الوقت هذا هي كانت في معسكر معاوية، فقاموا حسبوها على معاوية، هي أصلا يعني خرجت تناصر علي، هي بعد ما رفضت عدة مرات خرجت تناصر علي، وثم إنها نسيت إنه الرسول نهاها يعني صلى الله عليه وسلم، ثم تذكرت يوم نبح الكلاب، ثم قدر الله وما شاء فعل، هي أصلا رفضت الخروج يعني عدة مرات، ما حد يذكر الكلام هذا ولا حد يدافع عنها، ونقوم نقول لهم أنت أمك تخطئ ولا ما تخطئ؟ طيب إذا أمك أخطأت تقوم تشهر فيها؟ طيب يا أخي إن إحنا نقول الخطأ هذا إن هي ما أخطأت ذاك الخطأ، هي بالعكس رفضت و لكن كبر الفتنة وعظم الفتنة وشدة الناس وحاجتهم إليها قامت تناصر علي، ما قامت تناصر معاوية صراحة يعني. شايف خير، جزاك الله خير. جزاك الله خير يا ابو احمد، تفضل شيخ تعقب عليه ثم نكمل. اي نعم، اتمنى ايقاف الاتصالات الى بعد الفاصل ان شاء الله، تفضل. اولا قوله ما يجوز ان نخوض فيها وهم يخوضون، ما اقول هذا الكلام على اطلاقه، وانما الانسان اذا راد ان يتكلم بخير، وانا لي كتاب في هذا الموضوع اسمه حقبه من التاريخ. جميل. وتم الدفاع عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاشرطه كثير ايضا موجوده، وكنت دائما اذكر كلام الامام الذهبي رحمه الله تعالى نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما تكلم أهل السنة بالرد على القائلين بخلق القرآن، ما تكلم أهل السنة إلا بعد أن خاض أولئك، فكان رد أهل السنة أو خوض أهل السنة ردا. وكذا الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر ذلك، قال لو قال لنا قائل لما لا تسكتون كما سكت سلف هذه الأمة، فقال لماذا لو سكتوا لسكتنا، ولكن لما خاضوا وجب علينا أن نتكلم بالحق وبما نعلم. كذلك هذا الأمر، الأصل السلامة والسكوت وعدم الخوض، لكن لما خاضوا خضنا للدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الحق والدفاع عن آل البيت من هؤلاء الذين يكذبون عليهم. يعني فرق بين الخوض بالباطل وبين الرد طبعًا والدفاع. طبعًا طبعًا طبعًا. نحن نرد وندافع، لا نخوض بالباطل. لا شك، كما يفعلون. لا شك في هذا. هذا أمر. الأمر الثاني يعني قوله إن عائشة خرجت إلى معسكر معاوية لتنصحه، أظن وقع لبس للأخ، يعني عائشة لا شأن لها بوقعة صفين. معاوية في الصفين وليس في الجمل، عاش في معركة الجمل ومعاوية في معركة صفين.
وتداخلت عليه المعلومات يعني في صفين والجمل. وعائشة لم تذهب إلى معاوية ولا ذهبت إلى معسكره ولا شيء. وعائشة لم تخرج على علي أصلا، علي كان في المدينة. جميل. وعائشة مع الطلحة والزبير خرجوا من مكة إلى البصرة وليس إلى المدينة، فلم يخرجوا على علي، وإنما خرج طلحة والزبير وكانت عائشة معهم رضي الله عنهم لمطالبة بقتل قتلة عثمان الذين كانوا في البصرة. جميل. فمعاوية لا دخل له في هذا أبدا، لا قريب ولا من بعيد أبدا. ولم تذهب عائشة للمعسكر معاوية وتقنعه بذلك أبدا. جميل. هذا غير صحيح هذا الكلام، وإنما عائشة رضي الله عنها إنما خرجت مع الزبير وطلحة إلى البصرة للمطالبة قتلة عثمان، وهذا الذي حدث. وقضية أن دفاعنا عن أم المؤمنين لا شك في هذا يعني، ولم تخرج لتناصر عليا حتى نكون واضحين، هي لا شأن لها بعلم لا مناصرة ولا خروج عليه، هي خرجت مع طلحة والزبير لأجل قتلة عثمان، لا شأن لها بعلي، علي بالمدينة كان رضي الله عنه، فهي لا خرجت تناصر عليا ولا خرجت تحارب عليا. وضحت؟ وضح. نعم. وإنما مع طلحة والزبير إلى البصرة، وهي ما تسمى معركة الجمل، وهما معركتان، معركة الجمل الصغرى ومعركة الجمل الكبرى. على البعض الشيخنا يلتبس عندهم إذا سمعوا يعني أهل السنة والجماعة يقولون اتركوا الخوض في الصحابة، فيظنون أنه اتركوا الدفاع عنهم. يعني صحيح هكذا. صحيح. يعني المقصد أهل السنة بهذا، والخوض كما يخوض الرافضة أو غيرهم من نعم. المبتدعة في الطعن في الصحابة. صحيح صحيح. نعم. طيب.